وابن تيمية نفسه لما وضعه أحد السلاطين في الحبس تحدث الناس أن ابن تيمية خرج من سجنه وأنه كان في قرية كذا وكذا وأنه جلس للناس وألقى فيهم درسا، فوصل الخبر إلى السلطان فخاف أن بعض جنده خانوه في إخراجه فاستدعاه وسأله عن هذا. سأل قال أنت رحت القرية من اللي طلع؟ قال ما خرجت. قال فإن الناس يتحدثون أنك أتيتهم في محل كذا وكذا وأنك ألقيت فيهم درسا. فقال لعل ذلك جني كان يحضر مجالس درسي، تصور بصورته وجلس للناس. فتعجب السلطان فقال ولما لا تقول إنه ملك؟ قل ليش ما تقول إن هذا ملك؟ قال إن الملائكة لا يكذبون. شوف بصيرة العلم، بإمكانه يحط له مكان عند الملك ويقول إيه والله هذا واحد من الملائكة كان من طلابي، لكن هذا أهل الحق ما يتلاعبون بالدين. قال لا، إن الملائكة لا يكذبون. فانظر إلى قدر تلاعب الشيطان